السلام عليكم. التمييز الملحوظ اللي أنا كنت بقول عليه التمييز المحول، تمام؟ بصوا يا جماعة، القاهرة أكثر البلاد ازدحاما، طيب عايز حد من الطلبة يقول لي فين التمييز اللي موجود طالما انت هنا ونوعه ايه؟ طب ما هو طالما انت لسه ما مشيتيش يعني خلينا يلا يا شباب عمك اقول لي يا حظر مستر، عن ماما تخرج اقول عمك يا مستر حظر ممكن عبد الرحمن اشرف وبعده نادى عصام. القاهرة أكثر البلاد ازدحاما المحول فين التمييز؟ ازدحاما ازدحاما نوعه ايه؟ ملفوظ ولا ملحوظ؟ نوع تمام، التمييز ده ملحوظ. طيب حاجة تانية، ندى نعم التمييز المحول ده عايزك ترجعي لي اصله وتقولي لي هو محول عن ايه؟ عن مبتدأ ولا فاعل ولا مفعول ولا كذا؟ عن مبتدأ برافو، لان اصل الجمله ايه؟ ازدحام القاهره اكثر الايه؟ أكثر البلاد اكثر البلاد. خدي بقى المثال ده، لما اجي اقول مثلا في ده مثلا فاطمة أطيب الطالبات خلقا، فين التمييز؟ خلقا محول ولا ملفوظ؟ ملفوظ ولا من غير ملفوظ؟ ملحوظ ملحوظ لا المفروض تقولي ملحوظ، شوف انا لخبطتك ازاي؟ ملفوظ ولا ملحوظ؟ ملحوظ صح. طب محول، تمام. اصل الجملة دي ايه؟ أطيب الطالبات خلقا فاطمة اطيب الطالبات خلقا، ما تنفعش. لما باجي اقول لك اصله ايه لازم تشيليه من الجمله خالص وما تعيدهوش تاني، فتقولي لي يا مستر اصلها خلق فاطمه اطيب الطالبات، صح ولا ايه؟ صح اطيب الايه؟ الطالبات، اطيب الطالبات. طيب حاجه تانيه، لما اجي اقول لبعض الطلبه مثلا أكرمت 50 طالبا وأقول أدهم، انا مستر اتفضل، فين التمييز هنا؟ التمييز طالبة نوعه إيه؟ ملحوظ نوعه، ركز، ملحوظ ملفوظ ولا ملحوظ؟ ملفوظ ملفوظ ليه؟ لأن قبله إيه؟ لأنه 50 والخمسين ده عدد برافو عليك، واللي بعد الوزن والكيل والمساحة والعدد ده تمييز ملفوظ، تمام. طيب بصوا يا شباب،
إذا طلب مني أعرب أي تمييز، إعراب إعراب أهو، وشد لي خط أي تمييز كده أهو، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تمييز منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة. ليه يا جماعة؟ فالوالد يقول لي يا مستر هو التمييز منصوب دائما؟ ما انتوا لو تفتكروا اول الحصه انا قلت لك ان التمييز ايه؟ اسم نكره منصوب. اسم نكره ايه؟ منصوب. في حاله واحده بس ان التمييز بيجي فيها مجرور مع العدد، ودي هناخدها لما ناخد الدرس بالتفصيل ان شاء الله. تمام؟ تمام. فلو جه في الامتحان قال لك ايه؟ استخرج تمييز. استخرج ايه؟ تمييز. وبين نوعه، فتقول لي اه استخرج تمييز، هجيب لك تمييز اهو، تمييز اسم نكره، لازم اجيب كلمه ما فيهاش الف ولام، وابين بعد كده هو ملفوظ ولا ملحوظ، هو ملفوظ ولا ايه؟ ملحوظ. اذا كان ملحوظ. ملفوظ بعد الاربع حاجات وزن كيل مساحه عدد، اذا كان ملحوظ فهو محول عن مبتدا او عن فاعل او عن مفعول او غير ذلك. فهمنا يا شباب؟ تمام تمام يا يا شباب؟ مستر. هي الحصة دي بداية إن شاء الله وتمهيد للي جاي. اللي جاي إن شاء الله هيكون أروع بإذن الله عز وجل، وأقوى وأشد ترتيبا. إن شاء تمام؟ الله. آه إن شاء الله. آه موعدنا إن شاء الله في الترم الثاني، آه من يوم الأحد إن شاء الله. كل الطالب لازم يكون من أول الترم يتسم بالصدق واتسم بالقوة في طلب العلم والعزيمة والإصرار. خلاص يا شباب؟ تمام يا مستر. كنت سعيد جدا إن أنا معاكم النهاردة إن شاء الله. أنا أسعد والله. وإن شاء الله التسجيل بتاع الحلقة إن شاء الله هيكون إيه؟ على الجروب بإذن الله. تمام. وجزاك السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم عليكم السلام. السلام.